بكم في نشرة سادسة مساء من قناة النادي الأهلي. وإلى العناوين: محمود طاهر يستعرض مشروع اللائحة في مؤتمر صحفي السبت. الأهلي يغلق صفحة البطولة العربية ويبدأ غدا الاستعداد للكأس. والاتحاد العربي يدرس إقامة بطولة عربية للمنتخبات. بكم مجددا والى التفاصيل. يعقد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مؤتمرا صحفيا في الواحده ظهر السبت المقبل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. ويستعرض المهندس محمود طاهر خلال المؤتمر لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي والمقرر اعتمادها تمهيدا لنشرها وتوزيعها على اعضاء النادي قبل التصويت عليها في اجتماع الجمعيه العموميه والتي تعقد يومي 25 و 26 أغسطس الجاري. ويستعرض طاهر خلال الاجتماع بنود اللائحة الجديدة الخاصة بالأهلي وأوجه الاختلاف بينها وبين اللائحة الاسترشادية والتي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية، ويوضح أسباب حرص النادي الأهلي على إعداد لائحته الخاصة تحت شعار هنكمل جمعيتنا وهنعمل لائحتنا. أغلق الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة حسام البدري صفحة الخروج من البطولة العربية على يد الفيصلي الأردني وبدء التركيز في لقاء سموحة والمقرر يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر. ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية في 9 من صباح غد الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وكان حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس عقب مباراة الفيصل. أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حزنه الشديد بعد خسارة الفريق بهدفين مقابل هدف أمام الفيصلي الأردني، مؤكدا أن لاعبي الأهلي لم يقصروا في المباراة وقدموا المطلوب ولكن التوفيق غاب عنه. وقال البدري إن السبب الرئيسي في الخسارة هو سوء التوفيق والذي حرم الفريق من تسجيل أكثر من هدف خاصة في الشوط الثاني، مشيرا إلى أن حكم المباراة يتحمل جزء من نتيجة المباراة بعدما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة للفريق، كما أنه سمح للاعبي الفيصلي بإهدار الكثير من الوقت في المباراة. يخضع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار طبي غدا الجمعة لتحديد موقفه من مباراة الأهلي وسموحة والتي تقام يوم الأربعاء القادم باستاد برج العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر. وعانى اللاعب من إجهاد في العضلة الأمامية حرمه من المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي خلال الفترة الأخيرة. يذكر أن سعد سمير شارك في 40 مباراة بالموسم الماضي مع الأهلي في مختلف البطولات وأحرز خلالها 4 أهداف. نفى الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن يكون هناك أي مشكلات بخصوص موعد مشاركة مروان محسن مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية، موضحا أنه لا يوجد تعثر في البرنامج العلاجي والذي يخضع له اللاعب. وقال طبيب الأهلي أن الأبحاث الطبية الحديثة أكدت أن المدة المطلوبة للتعافي تماما ونهائيا من الإصابة بالصليبي هي 9 شهور، وأن هذه المدة
تقلل من احتمالات التعرض لنفس الإصابة مستقبلا. احتفل نادي الأهلي بعيد ميلاد حسن حمدي أسطورة الكرة المصرية ورئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق، والذي أتم أمس الأربعاء عامه 68. وكتب النادي الأهلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: الأهلي لا ينسى رجاله، نحتفل بعيد ميلاد أحد رؤساء نادينا العظماء حسن حمدي والذي أتم عامه 68، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد. أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر بيانا نعى خلاله ببالغ الأسى الحزن أيضا الأستاذ عباس الريدي المدير المالي السابق بالنادي، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وتتقدم قناة النادي الأهلي بخالص العزاء أكيد لأسرة الراحل لما قدمه من عطاء للنادي. حضر الجنازة عدد كبير من نجوم النادي الأهلي على رأسهم فتحي مبروك، شريف عبد المنعم، بالإضافة أيضا لمحمود علام ومحرم الراغب وسامح حمدي شقيق الكابتن حسن حمدي. وإلى متابعة أخبار اتحاد الكرة، حيث أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة فتح باب القيد الموسم الجديد 2017-2018 يوم 9 أغسطس الجاري. وكان الاتحاد الأفريقي قد وافق على طلب مصر بتأجيل إغلاق باب القيد الأفريقي من يوم 5 إلى موعد آخر حتى يتماشى مع فتح باب القيد المحلي. وجاءت موافقة الكاف على تأجيل غلق باب القيد إلى يوم 11 أغسطس ليقرر الاتحاد المصري فتح باب القيد يوم 9 من الشهر الجاري. ويسعى الأهلي لقيد صفقاته الجديدة من أجل المشاركة معه في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي. يدرس الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير تركي بن خالد مناقشة اقتراح إقامة بطولة عربية للمنتخبات على غرار بطولة الأندية والمقامة حاليا في مصر. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد العربي اجتماعا في الفترة المقبلة من أجل دراسة المقترح وتحديد آلية التأهل للبطولة واختيار موعد مناسب لانطلاقها. اتفق مسؤولو نادي المقاصة مع مؤمن سليمان على تولي القيادة الفنية للفريق الفيومي خلفا لإيهاب جلال والذي اعتذر عن استكمال المهمة. وأنهى مسؤولو المقاصة مع مؤمن سليمان كافة الأمور على تولي القيادة الفنية للفريق الفيومي لمدة موسمين قادما رسميا، واعتذر إيهاب جلال عن الاستمرار مع المقاصة بسبب خلافات في وجهات النظر بينه وإدارة المقاصة حول الأمور الخاصة بفريق الكرة وتأخر الإدارة في تلبية طلباته والتي عرضها على مسؤولي النادي الفيوم. أعلن وادي دجلة تجديد تعاقد لاعبه محمود علاء لمدة موسمين قادمين ليؤكد بقاء اللاعب مع الفريق. وكتب أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة عبر حسابه بموقع تويتر: الحفاظ على نجومنا أهم بالنسبة لنا من التعاقد مع لاعبين الجدد، مبروك تجديد عقد القائد محمود علاء مع الفريق. أنا الالتزام دايما بتعلم
ببص لقدام بجري، مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث أكد عبد اللطيف عثمان لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي أن الموسم الجديد لن يكون سهلا على الإطلاق، خصوصا وأن الجميع يجهز لتحقيق موسم قوي. وقال عبد اللطيف أن الأهلي لن يتهاون أو يفرط في أي بطولة هذا الموسم، ولدينا فريق جيد يضم مجموعة أكثر من رائعة من اللاعبين أصحاب الخبرات واللاعبين الشباب وقادرون على تحقيق الرباعية هذا الموسم. وأوضح عبد اللطيف أن الفريق لن يسمح بتكرار سيناريو الموسم الماضي، ويعد الجمهور بأن الموسم الجديد سيكون مختلفا تماما عن الموسم السابق. نعود لمتابعة الجديد في صفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى الدوري الفرنسي بعد فصل. وبالعودة للأخبار من جديد وإلى شأن العالمي، حيث رفضت رابطة الدوري الإسباني اعتماد صفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان، مبدين رغبتهم في إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالصفقة ورحيل اللاعب بشكل رسمي إلى النادي الفرنسي. وكانت رابطة الدوري الإسباني قد رفضت تسلم قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والذي سينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من برشلونة. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن نيمار ووالده قدموا مستندات بنكية مودع بها قيمة الشرط الجزائي، إلا أن رابطة الليغا رفضت تسلم المبلغ والمقدر ب 222 مليون يورو. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس أنه سيفحص تفاصيل صفقة الانتقال المحتملة للبرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة الإسباني وإلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لكي يقف على مدى توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف. وقال أحد المتحدثين باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيتم فحص تفاصيل صفقة انتقال نيمار إلى سان جيرمان للتأكد من مدى توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف. وأضاف أن انتقال نيمار إلى سان جيرمان سيكون له تأثيره على الوضع المالي للنادي طوال عدة سنوات، ولكن تأثير هذه العملية لا يمكن التكهن به مبكرا، وخاصة أن باريس سان جيرمان يمكنه أن يبيع بعض اللاعبين مقابل مبلغ مالي كبير. أكد الفرنسي أرسن فينجر مدرب أرسنال الإنجليزي أن نجم الفريق التشيلي أليكسيس سانشيز سيبقى في صفوف الفريق اللندني رغم العروض المقدمة لضمه من جانب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال فينجر في حديثه للصحفيين قبل مباراة أرسنال أمام تشيلسي في الدرع الخيرية الإنجليزية أن قراره هو بقاء سانشيز مع نادي وعدم رحيله، وأن اللاعب عليه أن يتقبل هذا. ودعا فينجر لاعبه سانشيز إلى الالتزام مع الفريق في الفترة المقبلة من أجل بداية جيدة لموسم الجديد، حيث يبدأ أرسنال أولى مبارياته يوم الأحد المقبل أمام تشيلسي في بطولة الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الجمهورية، مروان محسن يعود بحذر. من الوفد حسام البدري: الحكم حرمنا من ضربة جزاء ولا نستحق الهزيمة. أما من المصري اليوم فالأهلي يستأنف تدريباته صباح الجمعة. من الوطن سبورت: فحص طبي لمتعب قبل لقاء سموحة. ومن الشروق: الكاف يمد القيد للأهلي حتى 11 أغسطس. أما من الدستور فالأهلي يسابق الزمن لتجهيز نجيب وسعد لمباراة سموحة في الكأس. ومن فيتو: البدري يمنح لاعبي الأهلي اليوم راحة من التدريبات. من الأهلي دوت كوم: البدري الشناوي أدى بشكل جيد والأجهز سيشارك في الكأس. ومن يورو سبورت عربية: حسام عاشور عميد لاعبي الأهلي بعد لقاء الفيصلي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.